في الإدارة أول ما استلمت، أنا أعمل الآن في الإدارة وقبل فوق 20 سنة. أول ما استلمت الإدارة حصل موقف طريف، يعني كنت وكيل أول السنة الأولى، معلم، ثم تم توجيهي وكيل، وكنت الحقيقة يعني رزقت بمدير الله يذكره بالخير تربوي وقدوة، والحقيقة له الفضل بعد الله بالإدارة يعني. فأنا استلمت الوكالة، ما قال لي أنت ناقصك شيء، قلت ناقصا مكتب. هو طلع إجازة فترة، فأنا يعني أول سنة لي بالعمل الإداري أخذت الخطاب وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كان ورقي المكرم مدير تعليم إدارة كذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعتمدوا صرف مكتب وكيل المتوسطة كذا ونرجو إرساله كذا. أنا أرسلته، يعني أنا جديد بالخطابات، هذه أول خبرة، فأرسلته الخطاب. إلا يتصل يوم جاء المدير قال وش أنت بسوي يا أبو عبد الكت وش؟ قال يبيك مدير التعليم. كان مدير التعليم بالمنطقة اللي أنا فيها، الرجل أنا لحقت على عمره اللي هو فوق 30 سنة بالإدارة. أيوة. كبير رجل وحار شوي. ما زحت قال اعتمدوا. أبدا. قال إنه طالبك بعين، يقول يجين صاحب هالخطاب، اللي كاتب من الخطاب يجيبه. رحت أنا ما هم المدير الآن ما يدري وش الموضوع. قال أنت مسوي شيء، أنت يعني معاق بن طالب. قلت أبدا ما، بس إني رفعت له طلب ولا ذكرت له الصيغة. فرحت المدير التعليم ودخلت عند مكتبه وقال أنت السعيد؟ قلت نعم. قال ادخل وش أنت مسوي؟ قلت والله ما أدري. دخلت سلمت عليه، رجل فاضل الله يذكره بالخير، سنو حار شوي، كان على الماصه ولابس النظارات ويقرأ الأوراق، رفع راسه قال أنت السعيد؟ قلت إيه. قال أنت اللي كاتبنا خطاب؟ قلت إيه. قال اعتمدوا صرف مكتب؟ قلت الله الله يعتمدوا، يعني أنا ما عندي مكتب اعتمد. قال أبشر نعتمد. أنا بعد هالخدمة هذه كلها يجي واحد من عيالي يكتب لي اعتمدوا وراها؟ قال رح خلاص يجيك المكتب، حنا قضينا توكل. عاد طلعت به يعني على قولتنا بالقصيم يخدم على روحه، زد تلطف الجو، ايه يعني ما استوعب انه. عاد رحت للمدرسة وجاني المكتب مباشرة قبل الظهر، المكتب واصل. عجيب. ايه خلاه طرفه يعني، واضح انه جديد، وكلم المدير وقال تراه جديد يعني بالخطابات، يعني اول مرة اكتب. فتقاعد وكل ما شفته بالمنطقة اعتمدوا صرف مكتب.